زين طيب أنت عملية تمدد الدول الأخرى التي تشتكي أنت منها، ما أنت منحتها هاي الأدوار؟ ايه طبعا. ليش ضع الخيط والعصفور بالعراق؟ سؤال كبير هذا، أنا ما أقدر يعني ما راح أقدر أجاوب عليه، لأنه أنا أعتقد يعني مو أكثر من جهل في موضوع العراق، واثنين يعني أكو مخطط بقناعتي لتدمير المنطقة كلها ومن ضمنها العراق. وإذا تروح على كيسنجر بداية السبعينيات في مشروعه في أن العالم العربي كله يجب أن يقسم لكي تكون أي دولة في هذا العالم أقل حتى من دولة إسرائيل حجما ومساحة وتأثيرا. هسه أنا أبشرك دكتور، هسه هم قاموا يقسمون المقسم، عبروا على نظرية كيسنجر قسمون المقسم. لكن أنا أريد أسألك هذا السؤال، بعض المثقفين والمختصين ما أدري يكذبون علي يصدقون، يقولون أنه أمريكا الآن قد سلمت الملف العراقي إلى البريطانيين لإدارته من وراء الكواليس. هاي المعلومة واصلتكم؟ والله أنا سامع بها حديثا. يعني ما أطلعوا تكذبون علي صدق؟ لا 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 سامع بها حديثا. بس أنا عندي شك في هذا الموضوع بصراحة، مع لأنه الأمريكان يتخلون على المشروع كليا ويسلمون للبريطانيين، قد يعني يتفاعلوا معهم يخططوا معهم، لكن أن يسلموا الملف كليا للبريطانيين، أي شريك البريطاني مو بعيد. أي لا لا هو مو بعيد، بس هو ليش يسلمه كليا؟ هو يتعاون وياه يتخادم وياه، بس ما يسلمه كليا. مو أنت قبل شوية بناء على حديثك سيادة النائب، شلون السفيرة مثل السفير الأمريكي الله يطول عمره كان يشتكي يقول لك يابا احنا طلعنا خالي الوفاض. البريطانيين هم خالي الوفاض. خالي الوفاض ها؟ يعني معقولة الأرجنتين أقوى من بريطانيا وأقوى من أمريكا؟ زين هاي شلون أفتهم هاي اللعبة؟ لو هذا محاولة تمويه والهروب من الحقيقة. لا هو هروب من الحقيقة. هروب يعني ما تعتقد يحتاج أن نرتقي بفهم أكبر وإحنا لازم نردهم ونقول له والله أتمنى أصدقك؟ وفس الأقاويل كثيرة، وأنه راح يصير تغيير كبير في العراق وراح يصير كذا، وأنه مثل ما تقول أنت البريطانيين مستلمين الملف أنا قالوا لي مو أنا ذبها براسي قالوا لي مو هم اللي قالوا لك وجد نفسهم اللي قالوا لي أي بس يعني أنا عندي شك في هذا الموضوع، سامعين كثير من هذا الحديث سابقا وما صار شيء. كثير الآن يغنون أنه عام 2024 تغيير شامل كذا، هاي الوجوه راح تروح، بس وين الآلية؟ شلون خاف هذا حكم عباس هاي الكشافة؟ ها أنا ما أعرف أنا مع عباس والله أنا هم سولفوا اللي عليها. زين الأخت رومانسكي سفيرة الأمريكية بالعراق عقدت مئات الاجتماعات مع الأخوة بالإطار التنسيقي والمكون الشيعي، أنتم هم عقدت معكم بهذا القدر الاجتماعات؟ أنا ما شايفها أصلاً، ما شايفها، ما ملتقي بيها، لكن أدري عندها جولات متكررة على رئاسة الوزراء وعلى الوزراء، والحقيقة تحاول أن تقدم شيء، تحاول أن تعمل شيء في مواضيع كثيرة، بس ماكو يعني ماكو تفاعل من الجانب العراقي في هذا الموضوع، لا في موضوع مكافحة الفساد مثل ما قال لك أو قال لنا السفير آنذاك أنه شريك عراقي قادر على أن يقف مع دولة من هذه الدول اللي عندها مصادر الفساد وتعرف وين رايحة وكذا وعندها معلومات وعنده أن يقدم على خطوات من هذا النوع.